السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خلط. السلام عليكم ورحمة الله. كدي قلنا الخوت بخير عليكم، الأحوال مزيانة، كل شي بخير، ما كين ميشوش، الله يحفظكم. عدنا من جديد، عدنا لكم من جديد الخوت إن شاء الله. اليوم على اليوم الأحد بإذن الله، اليوم الأحد، اليوم عدنا جمع الحمام ديال مطلقنا حياة أكادير إن شاء الله، اللهم يسر. ودرنا الخوت واحد الكعية، أما هي درنا واحد الكعية، طلقنا الحمام، طلقنا الدوكور، ما بغاوش يهبطوا ليا لأن كنت زايدهم ماكلة، يعني عطيهم الماكلة زايدة شوية، الحمام ما بغاش يهبط، وهادشي اللي كاين، هذا هو الديفو اللي درنا، ونتمناو الخير. حنا غنمدو لهم دابا الماكلة راه عطيناها ليهم، عطيناهم ماكلة سبور 100%، دابا غادي نديرو لهم ميها ديالهم إن شاء الله. وخليكم معنا الخوت، وتحية لكم جميعا، كل من كيحب هذا الشخص واللي كيتصل بيا تحية ليه، واللي ما كيتصلش حتى هو تحية ليه. خليكم معنا الخوت، اليوم ان شاء الله عندنا جمع الحمام. اليوم عندنا ان شاء الله جمع الحمام، ديروا لهم غير الميه ديالهم، ودابا نمشيو للجمعيه ان شاء الله. تحية ويا جواد، جواد بوناكو، جواد جواد، أنا تنقول لي غير كونفويور، جواد النخبة، يلا باش تعرفو. وتحية الأبطال ديال النخبة، تحية الأبطال ديال النخبة جميعا، كاع الأبطال نتمنى، نتمنى القضية تكون مزيانة إن شاء الله في جميعكم، وإن شاء الله غيكون الخير. انا الخوت دابا راه الحميمات كلاو، ها الحمام اللي باقي ما بغاش يهبط لينا هو هذا، ها هما، يا عندك جوج اربعه خمسه، ومعاهم حمامه ديال الحنقوره، هما خمسه ديال الطوكور اللي باقي ما بغاوش يهبطوا، حنا نتسناهم يهبطوا، لا بغاو يهبطوا. الماكله راه كلاو، دخل، خمسه ديال الطوكور، ونتمناو يديروا شي حاجه في هاد الدومين فوق القضيه. شفتهم الحمد لله الطيران راه عندهم زوين، منين درت لهم التريكومون ونزول جهاز التنفسي الحمام طار مزيان. ها واحد هبط، دخل، زيد دخل، زيد اولدي زيد، هادو كنتسنى منهم شي حاجه في الدوميفو ان شاء الله، عقلوا عليهم هاد الحمر. هاد الثاني هبط، بقاو ثلاثه الدوكور، هبط، دخل، هما غادي يهبطوا ثلاثه، دخل، يلا وليدي يلا، الماء اللي غنعطيهم هو هذاك الماء، هو العصير وديسير، هما هبطوا جوج، هو هبط الثالث، دخل، صافي. الحمام ديال السما، الحمام ديال اكادير يمكن داخل كامل، حنا نعطيوهم يهبطوا، واحد دخل، نشوف، ها هو دخل واحد، دخل، ما نسوقش لهم، نعطيوهم يشربوا، كي لا بقيت بحال هكا غنبات هنا، كيف كتلاحظوا، دخل، هذا ما عندوش بهم الغرض، اللي عندي الغرض بالحمام اللي فيه الطرطقة، مو فيا الخوت، هي هما اللي عندي بهم الغرض، راه حطيت لهم الميه ديالهم، ها هو واحد والله، لا شريك له. لا شريك له، هات لا تسأل، خلط،
نعطيو ميه دابا الاخوان، نعطيو ميه وغنشوفو شنو كاين. خليكم معنا، ها هو واحد ثلاثه اربعه صافي، كاينين بخمسه بهم، كاينين بخمسه بهم الدكور. يلا خليكم معنا، لا تقطعوا يا اخواني لا تقطعوا. نحلوا داك الكادو، يخرج الكادو القصي. ها مرحبا، يلا خليكم معنا الخوت، خليكم معنا. الله يرحم الوالدين، تحيه لكم جميعا، تحيه للناس ديال ايتو عزة، الناس ديال ايتو عزة. تحيه لخويا ناصر الدويله بطل الكويتي، تحيه لك خويا ناصر، خويا جهاد والاخوان والاحبه جميعا. خليكم معنا، خليكم معنا الخوت، انا ندير لهم المهاد ديالهم دابا نيت. غنمشي عليا الحال باش غادي ندي الحمام، وباقي الاناث ما كلاوش. قلنا ثلاثة ديال الذكور، لا معطى أربعة ما بغاوش يدخلوا، عندنا جميع اليوم. كيف لاحظتوا؟ راه دخلنا الذكور هادو ما بغاوش يدخلوا هادو، لأنهم واكلين 70 ماكلة. ندير لهم شوية ديال الماكلة، ندير لهم واحد شوية ديال الماكلة، هادي هي الماكلة اللي عطيتهم، هي هادي هي الماكلة اللي عطيتهم، هادي هي التخليطة اللي عطيتهم دابا. غندير لهم شويه في السبوتنيك لعل وعسى يهبطوا يدخلوا. او واحد دخل، دخل الثاني دخل، باقي واحد او غيدخل. هذا هو اللي كان مشى ليا شي مطلق وجاني معطل، جاب الباك مانيتيك ديالو بمسائل ديالو، هو هذا. هذا خو الحمر، دخل صافي هو دخل صافي. لا داعي باش غادي نعطيهم هاد الكمشه هادي، ما نضيعوهاش، خليو الاناث. دابا هادو ما عنديش بهم الغارات، بلا ما يدخلوا كاع لي يدخلوا، هادو كاع لي يدخلوا. نطلقوا الاناث ياكلوا، ما نطلقوهمش يطيروا. خليكم معنا الخوت، كيف لاحظتوا عطيناهم الخوت ياكلوا. بالنسبه للاناث هما غادي هجوم هجوم، خل 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 خل. مع العلم هاد الايامات راه كنعطيهم ماكله شويه زايده، كنعطيهم كيف قلت لكم ماكله شويه زايده، راه فيهم الحمام اللي غيمشي لاكادير والحمام الاخر ان شاء الله. خليهم دابا ياكلوا شويه، كل بنيتي كل راه غدا لاكادير هاكو، كولي كول. كان عليا الخاميه، انا خصني ندبر على شي خاميه نفصلها ونديرها من الليل لهنا تكون كحله باش ما تبينش الحمام، باش ملي غادي يكون الحمام كياكل نبقى ندير الخاميه ونديرها هنا ونديرها هنا ان شاء الله. ان شاء الله نشوف شي خياطو. ها انت بحال دابا هادو، هادي هي اللي غتمشي لاكادير، غتجلس بلا ماكله. الحمام باغي يطير، هادشي اللي كاين دابا الخوت. كيف قلنا ان شاء الله دابا هما خليهم ياكلوا، ومن بعد غادي نجمعوا الحميمات ديال اكادير ان شاء الله. يلاه وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله. اخوت السلام عليكم ورحمه الله، حنا رجعنا لكم. هذه ساعه الحسم، ساعه الحسم، حنا ندخلوا كاع
التليفون شاف هذا الباب ديال الشجنه مره كيخدم مره ما كيخدمش. ساعه الحسم فينا الطوكوك اللي غادي نشدو؟ ها هو واحد قال لي فيهم طقطقات موف طقطقات عاديين هما اللي غنشدو. ها انتوما ها هو واحد ها هو هذا واحد بسم الله. ها هو واحد خليكم معايا تنكملوهم. انا قال لي طيح لنا هذا المشقوف هذا ماشي من الناس خايف ندير هاك. شدينا واحد ياك شويه شوفوا الخوت المسافه واش كاين اللي بان لكم. هذا ضعيف هذا الذكر هذا انتوما واش فيه الطول واش فيه العرض واش فيه شنو فيه هذا الذكر هو الثاني الثالث هو الثالث هذا غير جاي هذا ولد واحد البور الثالث واش كيبان ولا ما كيبانش باك خضر هو هذا الثالث هما سته ديال الطوكور هذا الثالث ها الرابع ها هو كيتعنتت هاد شوف الشده كي دايره عيني هو اللي كيتعنتت الثالث هذا الرابع الخوت هذا شوف الريشه ديالو كي دايره وغيمشي هذا محال هذا محال واش يجي الرابع الخامس راه هو كيف كتلاحظوا هذا هو الخامس هذا هو الخامس ها هو باقي لنا السادس ها هو الفوق باقي لنا السادس ها هو فين مخبي لينا ها هو فيه طقطقه ها هو باقي خضر هو هذا حنا غنشدوه هو هذا شتي غنديرو ليه هاكا هاهو تسمى القطنة كيتسمى هادي القطنة هو هذا صافي هاد الدكورة مجمعناهم بإذن الله يلا خليكم معنا حتى نجمعو الإناث إن شاء الله صافي بعد ما كملنا الخوت حنا غنشدو الرحالة إلى الجمعية إن شاء الله ويلا ودعيو معنا بالتيسير والله يحن عليكم جميعا يلا السلام عليكم ورحمة الله هادي باش يبان ليه السيد كانو سبعين تريبيو داكشي كتشدو تيليفون ديالي راه كدور كديرها بالتات كديرها الرجيلة ديالي السلام عليكم ورحمة الله خوتي بخير عليكم كلشي مزيان كيف العاده كيف كنقولوا دائما وابدا ما كيمشيوش ان شاء الله هنا هو هذا مقر ديال الجمعيات اي تا هو غادي تشد ماله حنا كيف قلنا هذا هو المقر ديال جمعيه النخبه اللهم بارك وزيد في ذلك واللهم يسر الجمعيه ديال الجمعيه اللي تقصات حنا ماشي فوقنا في الاقصاء حيت ما عارفينش شنو وقع ما علينا معانا الاخوان هنا الابطال والاخوان هذا السيد هذا ما عمره بان في الشاشه هذا روشيرش هذا روشيرش هذا السي كريم العمراني هذا هو محسن هذا هو اللي صور معايا الفيديو في 2009 ايوه وهذا فاش هذا الاخ محسن بوزوبير ما عندوش علاقه بالحمام وما مربي الحمام الزاجي ولكن كان راه كنت اخ ديال اسماعيل بوزوبير راه معروف صعيد مدينه سالا وعلى الصعيد الوطني هذا هو مولا شي مسافر المعرفه سير الله يعاونك سافر المعرفه مرحبا السلام عليكم تحيه عطره لجميع الاخوان اللي كنتوا تواجدوا في مقر جمعيه النخبه التدريب مدينه اكادير اللي كتشرف على الاتحاد السلاوي بكل المكونات اللي كنشكرهم من هذه المباراه مكتب مسير اعضاء وتال الاخوان اللي مشاركين في هذا السباق كنتمنوا لهم التوفيق وكنشكروا الاخ جمال فورات لانه ديما
حاضر معنا في اليوتيوب وديما نشطنا وديما حنا فرحانين. كنحيو الاخ جمال فرات على المجهودات اللي كيدير كيتقاتل. وكان شفت واحد الفيديو اللي ضر فيه واحد الصديق اللي كان جا عند واحد الصديق من الدوله الكويتيه قال اخ جمال مرحبا هي تماما هضر في واحد الكلام في مستوى الاداره ديال الوفد خصها دراسه ضروري كما كنقولوا ورقاو السيره اخي جمال. اه ضروري اخي ابراهيم صافي ضروري ضروري. ها الاخوان دابا راه كاينين خدامين ان شاء الله تحليمات. تحيه خويا سعيد الغياط كلمه اخي جمال الله يحفظك مرحبا. البطل ديال الكلمه ديال الاخ كريم العمراني راه نادي ما كيهضر. ما تقوليش الاخ كريم العمراني لاننا بطل كبير. كريم العمراني كنت كنخاف منه نكذب عليه شي كلمه. خي كريم البطل ديالنا ديال الفيتاس والدومي فون وحتى الفون تبارك الله اللهم بارك. شي كلمه صغيره ما عندي ما غير اللي قال الاخ ابراهيم تيزبينو. الحمد لله هذا الاستعداد المطلق ديال سباق العيون. الحمد لله كاع الاخوان راه كيديروا كاع ما في جهدهم سواء اعضاء ديال اتحاد السلاوي سواء اعضاء ديال المكاتب ديال الجمعيات المنضويه اتحاد السلاوي سواء المنخرطين او الهوات ديال مدينه سلا. الله يسخر الامور تمنى الله تدوز الامور كلشي بخير على خير وتعاود العصر الرياضي اللي كنا شفناه في سباق العيون اللي فات. الله يسخر الامور ياك وتحياتي لكم وتحياتي. مرحبا خويا والتحيه ليك وشكرا تنشكرك على هذه الكلمه. ماشي مشكل ضربوا تماره وتحيه لكم الخوت ليلى تحيه لكم. سباق سمارة 2018 2019 كنحييو ديما حاضر ديما المساهمه مع الاتحاد السلاوي ابطال حقيقيين هما هذا اللي كيخدموا الولاعه وتيخدموا اي اطار ينتميو ليه. تبارك الله تبارك الله عليك. مع الاخ المنتوبي والاخ جواد تحية خويا بخير عليك. الله يحفظك ويجزيك. الاخ جواد هذو هما الناس اللي كيخدموا وما كيبانوش. اكبر اخ يعني القنوات ديال القناه ديال الاخ جمال الاخ ازوراي جميع القنوات ما كيبانوش فيهم هاد الاخوان. الناس هما اللي كيضربوا تماره والناس هما اللي كيستاهلوا سبيل الولاعة. كيف كنهضر كنقول انا بين قوسين العمل الجمعاوي. هناك عمل جمعاوي وهناك عمل غبار في راسك. كنلقاو الاخ جواد ديال الحاضر في جمعيه شوف فيها الا واحد من جوبي مرحبا مرحبا خويا الولاعه. يا الا جيتي وقفلتي لي الطايب ولا هذا الشيء هذا عطيتي لحنا مويه نقيه وصيفتيه مريكا الله يرحمه والديك وتبقى مطمئن في قلبك. هذه هي الولاعه حتى نقيه تتكى تتبقى مطمئن. اما تجي تحط الحمام وما تسوقش ليه في الشفاف راه قلبك راه ما يرتاحش. والله يحفظك قلبه من بعد تيسير جميع الاخوان مشاكل في التدريب كان بالجيك ساعات تيشرب الحمام. الله يجازيكم بخير على الجامع كلشي نتمناو ليه الربح. الله يربح كلشي ان شاء الله. امين امين اخويا. شكرا اخ جمال. مرحبا خويا ابراهيم. غنقول لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس فليشكر الله. نشكروا هاد الاخوان هادو الساهرين على هاد التدريب هذا بدون استثناء. اي واحد دار شي حاجه جزاه الله عنا الف خير. مرحبا. واخا مع العلم ان الاخوان راه هنا ما توعد فيهم ما تيتخلص كلهم تيضربوا تماما. هذا هو العمل الجمعوي الخوت اللي كنهضر عليه. هذا هو العمل الجمعاوي. كنتمنوا لهم التوفيق وكنقولوا لهم كاع الله يرحم لكم الوالدين. ما كيتسناوش 100 درهم في الاخر ما كيتسناوش 100 درهم. كنشكر الاخ ابراهيم تيزبينو من اول سنه هو الاخ بوزوبير من اول سنه يعني ادخال الخواتيم العدادات يعني اي عمل جمعوي كتلقى اخ ابراهيم حاضر. تبارك الله عليه الله يجازيه بخير. الله يرحم الاخ بوزوبير الله يرحم لهم الوالدين هذا النهار. الله يجازيكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله. وفينا بطل. اهلا خويا صلاح. كيداير اخي لاباس عليك كلشي بخير؟ الحمد لله. الله يكرمك خويا الله يخطيك بارك الله فيك. توحشك الخير يا اخي توحشك الخير. كلشي الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك كلشي بخير الحمد لله. خونا جمال مرحبا 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 تبارك الله عليه راه حاضر بقوه. ايوا تبارك الله. راك على المباشر اخويا زولاي راك على المباشر. الله يعطيه الصحة. واخويا شنو نقول لك؟ كنشكروك على المجهودات اللي كدير جباره. الله يحفظك خويا رضوان. كذلك الناس ديال سلا وتبارك الله تقدموا لك كلهم تفرجنا فيهم ملي كيدخلوا الحميمات. اي والله ويس اي والله اي والله تبارك الله. خويا رضوان راك على المباشر. الله يحفظك تنشكروك اخويا رضوان. انت راك عزيز وغالي اخويا رضوان. والله يسخر لك والله يجيب لك التيسير. تبارك الله
يا ربي امين يا ربي امين. الله يحفظك. وتحية لجميع الممالي كل ما كيتبع قناة جمال فرات. مرحبا مرحبا يا اخي. الله يحفظك انت كذلك. شكرا تهلاو لي في راسكم. بارك الله فيك. شكرا شكرا. يلا تنشكرك ابار دوال. يلا خويا تهلا لي في راسك. السلام عليكم ورحمة الله خوت، حنا رجعنا لكم. هذا هو السيد اللي كنتو كتسمعوا به. طونديم أزولاي من حمامة هو هذا الشخص هذا. خويا السلام عليكم ورحمة الله. شي كلمة صغيرة في حق هاد الولاعة وفي حق هاد الناس اللي كيخدموا وفي حق هاد الطير هذا. كنبغي نشكر من هذا المبارك، نشكر جميع الإخوة اللي ساهرين على هاد تنظيم هاد الملتقيات في الحمام الزاجيل وجميع الجمعيات والاتحادات كاع اللي كيجريو في صالح هذه الولاعه. كنشكرهم على المجهودات اللي كيقوموا بها. واليوم حنا كنتواجدوا في المقر ديال جمعيه النخبه، كنشكرهم على الترحيب ديالهم والحفاوه ديالهم. حنايا هنايا كان باش نجمعوا ونحضروا لواحد المطلق ديال تدريبي لسباق اليوم ان شاء الله. كنشكر جميع الإخوة اللي سهروا على هذا تنظيم هذا السباق. نشكرهم جميعا على مكتب بالنسبة من ناحية المسيرين ولا من ناحية المسيرين ديال جمعية النخبة ولا بالنسبة للاتحاد ولا بالنسبة لجميع الجمعيات اللي ساهموا في إنجاح هذا العرس الرياضي. ما شرفتيناش بعدا بالاسم ديالك وتقول لنا صلاح الدين بن حمامه امين الاتحاد السلاوي. مرحبا خويا صلاح الدين. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. وتحيه لشي موالي. وكنحيوا الاعلامي الكبير أزولاي رضوان. الله يحفظك. جميع الاعلاميين حنا ما عندناش الاشكال الحمد لله كنحبهم في جميعا. خويا رضوان التحيه من عند حمامه مع صلاح حياتي كبيره للاخ الصديق رضوان أزولاي. مرحبا مرحبا. والاخ اجلاني كريم والاخ بالعيد منتقي. مرحبا. والاخوان كاملين جاع كاع الاعلاميين اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير لنقل على المباشر جميع الملتقيات. انا راه تا هما عندهم واحد الفضل كبير في التعريف بهذه الولاعه. من هنا كنشكرهم جزيل الشكر لجميع الاعلاميين بدون استثناء بدون استثناء. وشكرا شكرا وكنشكر الاخ جمال فرات. مرحبا وكنشكرو وكنشجعوه بالمزيد من العطاء ان شاء الله والهناء وصلاح الوليدات ان شاء الله. يا ربي الله يحفظكم ان شاء الله. وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله. عودة مجددة الخوت، احنا الآن مع أعضاء ومنخرطي جمعية اليمامة السلوية وتحياتي لهم من المنبر. ومعنا هنا الرئيس. شي كلمة السي الرئيس المنسوم، تحية لك بعدا، شي كلمة تكون بسيطة في حق هذه الولاعة في حق الناس اللي كيجروا في هذه الولاعة في الخير. والله يسخر الجميع أخي جمال في هذا المطلق ديال أكادير. الاخوان ديال ماما نبغيهم يكونوا من الاوائل ان شاء الله. والله يسخر الاتحاد السلوي ان شاء الله. الله يسخر اخويا. مرحبا. ومعنا امين المال اللي هو السي بوشعيب. تحيه لك خويا بوشعيب. خويا اش نقول لك، كنطلبوا من الله الله يسخر الجميع. اي مرحبا. الاتحاد السلوي وكنشكر الاتحاد السلاوي واليمامة هاي ان شاء الله. نطلبوا شي ديكلاراسيون يكون ان شاء الله مزيان في الاتحاد السلاوي. المطلق ديال العيون ياك. المطلق ديال العيون ان شاء الله الرحمن الرحيم. والدومي فو ان شاء الله. راه باقي حتى الدومي فو خصنا نقولوا الكلمه ديالنا. الله يسخر الجميع ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله الرحمن. مرحبا مرحبا. فين هو هذا السيد هذا؟ انت كيفاش زعما؟ السلام عليكم. تبارك الله على خويا جمال. تحيه للجميع. اخويا هذا الحفل ان شاء الله احنا تجمعنا فيه وجمعنا حميمات ان شاء الله نتساعدوا المطلق ديال العيون. طالق ديال اكادير. اييه نتمنوا الخير ان شاء الله. نتمنوا السلاويين يقولوا الكلمه ديالهم. راه بقى فيهم الحال المطلق الاول لانهم ما شاركوش بكثافه. واش ديال كلشي مستعد ديال المطلق تنعلموا التحدي المغرب كامل ان شاء الله. تبارك الله على الاخوان المغاربه من المبارك ان شاء الله. تحياتي لكم خويا جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تبارك الله على الافطار. تحياتي للاتحاد السلاوي والله يسخر الجميع. يا ربي صافي. تحياتي لك اخويا جمال. مرحبا. صافي ساليتي جمعتي جوج كريمات. الاخ المقيد اخ مقيد احنا راه جايين عنده جاي ولا واحد سعيد رشدينا كبيره. تحياتي خويا جمال. خويا مقيد تحيه لك. الاتحاد السلاوي اخي نتمناو المتقاعد بخير ان شاء الله اخي. الله يسخر الجميع. يا ربي امين يا ربي امين. معنا البطل الكبير ديجا درنا معاه كلمه وغادي نرجعوا ليه. هو سعيد الغياط معروف اخوان الغياط. تحيه للجميع هواه المملكه المغربيه من طنجه للكويره. صافي جماعه كنبغيو نشكروا القناه ديال الاخ جمال الفرات. مرحبا. كنبغي نعطي الشكر اول
جمعية اليمامة السلوية بجميع المؤطرين ديالها من المنخرط حتى الرئيس وكاع الناس اللي كتكون كتشارك في هذه المبادرات اللي كدارت الاتحاد السلوي ديال التدريب ناحية أكادير وبالضبط نقطة السباق التامري. كنبغيو نشكروا الجهات اللي ساهمت في هذا السباق الأول التدريب الأول والتدريب الثاني وكنطلبوا من الله تيسير لجميع الإخوان اللي هز حمامها في هذا التدريب وكنطلبوا من الله يوفق إخوان اللي غادي تشارك في السباق العيون تحت لواء الاتحاد السلوي والله يسخر الجميع. هذا ما كانوا معنا واحد المولوعة صغيرة هي اللي ضروري ناخذوا الكلمة ديالها. ها هي بنتي أميمة. مرحبا أميمة، شي كلمة بسيطة. نتمنوا هاد المطلق ديال أكادير لونطريمون يدوز بخير، دايرين استعدادات المطلق ديال العيون ونتمنوا الله يسخر الجميع. شكرا شكرا سنتيا. والخوت هادو هما أعضاء ومنخرطين ديال الوخا القديرة جات مظلمة، راه عندنا انا دايرين قلنا شي كلمة حتى الأخ جمال. وأخويا اش غادي نقول لك أنا؟ انا طلعت لهم في الراس جمال بقى اليمامه. باش تعرفوا الاخوان راه الاخ جمال الفرات منخرط بجمعيه اليمامه السلويه. وعطينا شي كلمه خي لجمعيه اليمامه السلويه. نقول لك خي سعد الغياط، كنتمنوا الخير والتيسير لجميع جميع جميع منخرطي السلويين، يعني السلويين كاملين كنتمنوا لهم الخير من هذا المنبر والله ما يسير في هذا المطلق هذا. وما نساوش ما نساوش جنود الخفاء، كاينين كاين شي ناس ساهرين على هاد المباريات. كنشكرهم من هذا المنبر بلا ما نبقاو نجبدوا الاسماء، كنشكرهم من هذا المنبر وكنشكروا الاتحاد السلوي من الفوق حتى لتحت. وعاش الملك ثم عاش الملك كما العاده، وعاش الملك. وتحياتي لكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله يكون الخير والتيسير في هذا المطلق ديال العيون. اللهم يسر ان شاء الله. الناس الطويل باغي نبانوا شي شويه، راه القضيه في الطاقيه. اللهم يسر اللهم يسر. والسلام عليكم ورحمه الله. اللهم يسر الجميع يا رب. امين. اللهم يسر الجميع والله يفرح اخوان كاملين يا رب. امين الجميع ان شاء الله. خويا يونس، يونس ميروش بطل جمعيه اليمامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. جمال بخير هانيه. الله يحفظك. تحياتي لك. مرحبا. شي كلمه خويا في حق الاتحاد السلوي وفي حق هذه الولاعه، واخا كتبان مظلم القضيه في الطاقيه، المشكل فين كاين الشيء. وها انتما تخرج الضو غادي تبان القضيه في شكل. انا يا مرحبا اخي جمال، مزيان دابا. تحياتي ليكم. مرحبا خويا. شي كلمه اخويا؟ تنشكروا الاتحاد السلوي في حق هذه الولاعه وفي حق الناس اللي كيخدموا بالناس اللي كيخدموا تنشكرهم بزاف. واللي ما كيخدموش تنشكرهم بزاف. اللي ما كيخدمش نتمنوا تجيه نفس الخدمه يا اخي، حيت الا جاتو النفس راه غادي يكون ديري غيكون ريقلو مع نفسو بعد. هذه اول حاجه. وامسخوط راه ما يحملوكش اخوتي. تنقول لك كدير فيتنا، راه كدير فيتنا، راه كدير فيتنا، راه تقول لهم غاش الربيع وجا يقول لك هذا كيدير فيتنا. اخويا بالعكس، انا نوقف مع الاتحاد السلاوي. الاتحاد السلاوي نوقف معاه بيدي بكتافي بفلوسي. شي يجيو عندي يقولنا راه خاصنا وخاصنا واش تعاونونا، نعاونهم. حاجه وحده اللي نطلب منهم هما يولعونا ويفرحونا حتى هما. اما كانوش يفرحونا ما عندنا ما نديرو بالاتحاد. الاتحاد حنا بغينا نتحدوا على اسمه اتحاد. الا ما كناش متحدين راه ما كاينش الاتحاد. انت الا شرقتي والاخر لا غرب ما بقاش اتحاد. اما الا تجمعنا ودرتي يدي في يدك كنوليو متحدين. هذا هو الاتحاد. هذاك هو الاتحاد. في الاتحاد بغينا الخوت غايخدموا معانا ويوقفوا معانا ويوصلوا يعاونوا في الحميمات. شوف حنا يا صحاب البلابيل، ياك دوك صحاب البلابيل البلبوله يبعدوا من هذا الشيء هذا. شوف بالباله الانسان راه بعقله. انا راك انت الا درتي لي البلباله راني عارفك درتي لي البلباله، خاصني نحطك ونهزك ونحطك. راه كلشي واضح وباين، راه غير اللي تبغي يخشي راسو في البلباله. اما البلباله راه ما كايناش. انسان يتولع مع نفسه، يتولع مع حميماته، يوجد حميماته والثقه ديالو في الاتحاد السلاوي. حنا تايقين في الاتحاد السلاوي، بغينا غير شويه ديال البروغرامات يكونوا مضبوطين في الوقت على الاقل باش الاتحاد يتولع مزيان. سلا كلها تولع مزيان ان شاء الله. الا ضبطنا الوقت غادي نتولعوا مزيان ان شاء الله. غتولي انت في استطاعتك تبريباري حمامك في خاطرك، وانا في استطاعتي نبريباري حمامي في خاطري. يعني راه غادي نكونوا كنا في الطوندونس كي تيقول. والله ما يسر الجامعه. ومن بعد واللي بغيت نقول هو بالنسبه لهاد لونطريمون اللي نديرو حاليا اكادير. اييه يعني حنا جنا الحميمات. انا ندوي على نفسي، انا بعدا
راه الحمام ضرب عندي غير الديبي غير الشعير مثلا منين جا من هاد اكادير الاخرى منين جا نطلقوها من الصخيرات حتى البارح عاد عرفت باللي عاد عرفت باللي الحمام غادي يتهز الاكادير عطيتو البارح سبور يعني دايره ما خدمه ما حتى لعبه عبدي الله يسهل على الجميع اشي اشي اخي الغيط اشي صافي نغلبكم نغلبكم صافي صافي مرحبا خويا الا كنا غادي ناجلوا مثلا اكادير في 3 ايام وتبقى لينا 10 ايام اسمعوا الافاده اما كنا ناجلوا ماشي افاده هذه الجلبه ديالي اخويا كاين اللي ما واخداش بعين الاعتبار بغيت نطلق اليوم اكادير وغدي يطلق العيون هما كيفكروا غير ما تلقش يدوز خويا جمال هادشي هذا اللي قلتو لك جبت اي مولوع سابقني في الولاعه يقولوا لك حيت تعلمت من الدراري اللي كبر مني اخويا ودابا باقي حتى نتعلم ومازال نتعلم ندير 50 عام ونبقى نتعلم حيت الولاعه ما كتساليش بحال ديال عمرك تقول انك تعلمتي وساليتي عمرك تعلم ديما تبقى متعلم معلم ومتعلم مرحبا بجوجهم غير الا كانوا يطلقوا لنا هاد العيون ما كرهناش واحد الوقت اللي كافي اللي يكون ما بين 15 يوم على الاقل حتى 12 يوم باش يريكيبيري الحمام يريكيبيري الحمام ونبريباريوه في خاطرنا حتى المولوع يبريباري في خاطره خاص اللي ما عندوش سجاني عنده سجينه وحده وتفرق الحمام ويوكل في سبوتنيك الحمام الاخر تيتكرفش شويه يعني هادشي هذا كامل نجمعوه نفكروا فيه ونحطوا ليه واحد النقطه مستحسنه اللي تنفع سله كامله ماشي تنفع واحد تنفع سله كامله نتمنوا الخير والله يوفق الجميع لا سله لا كلشي بغينا الله يوفق يا ربي وكيف كنقولوا نتمنوا اتحاد السلاوي بجميع الاعضاء ديالو ياخذ هذه النقطه بالذات بعين الاعتبار ديال ان غادي تطلق غدا ان شاء الله غادي تطلق اكادير من بعد 6 ايام راه ما خداماش العيون غتطلق العيون صعيبه راه صعيبه بان غتطلق العيون من بعد 6 ايام يعني الحمام ما غاديش يريكيبيري نتمنوا الاتحاد السلاوي وجميع الاعضاء ديالو ياخذها بعين الاعتبار والخوت غادي نخليكم على هذه النبرات كما العاده وكما المعتاد هذو هما الاخوان اخوان احباء ديال جمعيه النخبه وتحيه لهم من هذا المنبر وتحيه جمعيه اليمامه عتمالي مع النخبة صاحبي وتحية لجمعية النخبة تحية لجميع الجمعية السلوية يا جمال جمعية النخبة تحياتنا ليها بورقراك أي جمعية في سلة تحياتنا ليها وراحنا كنا جمعية وحدة أنا مدام في سلة ما كنسميو لا يمامة لا نخبة لا والو حنا سقوط اتحاد سلاوي حنا جمعية اتحاد سلاوي جمعنا كنا داك الشيء اللي كاين الله ما يسر الجميع والله يجيب الله يجيب نعم والله ما يسر الله ما يسر والله يجيب تيسير الخوت يسهل الجميع ان شاء الله الكلمه الاخيره ديالي هي انا هو انا تنحييكم وتنحيي جميع خوتنا خويا جهاد كيف كنقول في الطليعه تحيه ليه تحيه لخويا ناصر من دوله الكويت تحيه الناس ديال الامارات الناس ديال المغرب وبلا ما نبقى نجبد خويا عبد الرحيم من دوله اسبانيا وما نساوش محمد الابن ديالك انا محمد انا معاك يلا والخوت السلام عليكم والله يسخر الجميع وعاود السلام عليكم ثم السلام عليكم واحد القضيه نسيتها وما غنساش وعاش الملك ثم عاش الملك ثم عاش الملك يلا حيف